حابب يتكلم. لكن عمرنا ما هنفرط في البلد دي، البلد دي حياتنا، ملناش غير البلد دي، ستاتنا ملهاش غير البلد دي، عيالنا مالهمش غير البلد دي، احفادنا مالهمش غير البلد دي. دي مصر يا اللي ما بتعرفوش مصر، دي مصر العظيمه، دي مصر اللي كان بيشدوا بيها الشعراء ولا يزالون، دي مصر اللي عايشه جوانا مش عايشه جواكم. انتوا نبت شيطاني، انتوا ما تفرقوش بين مصر وبين خلافكم السياسي ابدا، لان جواكم الحقد، عايزين البلد تخرب. كهرباء اطلع من منها ازمه، مش عارف ايه، يقول لك الحق الميه اتقطعت، وغير حقيقي الكلام ده. الحق هياخدوا 10 ساغ على كل مكالمه، كلمت السيد وزير الاتصالات قال لي غير حقيقي يا استاذ مصطفى الكلام ده. مجلس الوزراء طلع، المركز الاعلامي طلع بيان غير حقيقي. وقس على ذلك، خد كتير، اي حاجه ياخدوها يعيدوا انتاجها عشان يقنعك، توصلك واحده واحده واحده، يعمل بؤر توتر هنا وهنا وهنا، وتيجي اللحظه متصورين ان الشعب المصري هيخش ينفجر. الرهان الصحيح ان المصريين قد تعلموا الدرس، يعانون ويتألمون ولديهم مشاكل جمة. ومن في العالم بلا مشاكل؟ مين في العالم بلا مشاكل الآن؟ هاتوا حد تاني يورينا هيحل يعمل ايه. لدينا قائد وطني يبذل المستحيل من اجل هذا البلد. تحصل اخطاء في السكة وفي فساد وفي مشاكل كتير جدا، بس في خط وطني، في راجل فاهم، في انسان يريد البلد دي انها تطلع لقدام، وبيتألم زي ما انت بتتألم. اوعى تفتكر ان القيادة السياسية يعني فرحان فينا، لا، انما رئيس الجمهورية ده حظه وحش، جت كورونا وجت الأزمة الروسية الأوكرانية والواقع والديون والبتاع، لكن مفيش حاجة بتحط في الجيب يا جماعة. احنا بنبني بلد وبنواجه عدونا الفساد، عدونا الكسل، عدونا المشاكل، عدونا المتآمرين، أعدائنا اللي بره، أعدائنا القوى اللي بتحاول تعمل حزام ناري حوالين مصر، جنوب السودان، الغرب ليبيا، الشمال الشرقي سيناء واللي كان بيحصل فيها، مضيق باب المندب. وقص على ذلك كله، لكل ذلك بقول كلام رئيس الوزراء النهاردة تبرير كامل، مش يتقال والله ده حصل كذا ولا حصل كذا، ده تفسير كامل لما حدث، ليه حصلت الأزمة. بس الأزمة بسبب نقص المازوت، بسبب احتياجنا لكميات أكبر، والعملة الصعبة زي ما شايفين. ومع ذلك مجلس وزراء قرر من 250 ل 300 مليون دولار هيجيب لنا بيها مازوت عشان نعبر الأزمة دي 15 20 يوم شهر. أنا أتمنى بكرة تتحل، وإن شاء الله ربنا هيكرم. إنما الأرصاد الجوية بتقول إن إحنا هنفضل فوق ال 35 لمدة شهر تاني. إحنا هنتعامل مع هذا الشهر، تخفيف الأحمال على قدر المستطاع، لكن في المسائل الاستراتيجية هتتوفر ليها الكهرباء. نتمنى بالفعل إن إحنا نعدي أزماتنا الواحدة تلو الأخرى، ونحن